الحنشي، عبد الرحمن الحنشي لفيت الأولمبي، عبد الرحمن المراوغة والتمريرة، توزيع داخل المنطقة، لا 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 لا، في الدقيقة الثانية الهدف الأول للأولمبي البيجي، الهدف الأول للأولمبي البيجي بعد تبادل كرة رائع بين عبد الرحمن الحنشي ومحمد صالح المهزبي، وتوزيعها بالمقاص وبالراس، حاضر اللاعب على ما يبدو محمد أمين الحبوبي هو اللي سجل الهدف. كانت كرة ممتازة، شوف التوزيع بالعرض، المدافع هو اللي سجل في مرماه، مدافع فريق المستقبل الرياضي بسليمان أخطأ ووضع الكرة في الشباك. محمد فارس غومة هو اللي أكيد كان